شرط المغرب للمشاركة في الشان رد جزائري جديدة. في رد جزائري جديدة على الشرط المغربي للمشاركة في الشان والذي طالبت فيه الجامعة الملكية بضرورة السفر من المغرب صوب الجزائر على متن طائرة مغربية خاصة وفي رحلة مباشرة، قال رئيس لجنة تنظيم البطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين الجزائر 2023 بالحرف: نحن معنيون بالتنظيم على المستوى الوطني ومجبرون على توفير النقل بالجزائر فقط، معناه تنقل أي فريق من مدينة إلى أخرى. وتابع رشيد أوكالي قائلا بخصوص القدوم إلى الجزائر: فإن الفرق المشاركة هي المسؤول سواء على المستوى المادي أو مخطط الرحلة الذي يريدون اختياره، ليس لدينا أي شيء إجباري في دفتر التحملات. يقول أنه علينا توفير النقل خارج البلد، صحيح من المفروض علينا تسهيل الأمور على الوفود القادمة، ولكن لا يمكن الحديث عن رحلة مباشرة أو غير مباشرة. ونفى أوكالي وجود لوائح من الكافة تلزم البلد المنظم لأي منافسة بتوفير مخطط معينة لرحلات الوفود المشاركة، مؤكدا أن الأمر ليس من مهام ومسؤوليات الجزائر. وختم: أغلب المنتخبات الإفريقية لديها خطط رحلات تتضمن توقف في بلدان أخرى، لذلك لسنا ملزمين بتوفير خط مباشر لأي منتخب. وربط المغرب مصير مشاركته بالبطولة بشرط الموافقة على نقل بعثة المنتخب برحلة جوية خاصة من العاصمة الرباط إلى مدينة قسطنطينة الجزائرية التي تستضيف مباراة حامل لقب في آخر نسختين. وقالت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أول أمس الثلاثاء: تمت الإشارة إلى مراسلة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بخصوص احترام بنود دفتر شروط لاستضافة البطولات الإفريقية، خاصة فيما يخص تسهيل ظروف المنتخبات المشاركة. وأضافت: طالبنا الاتحاد بسفر المنتخب الوطني المغربي إلى مدينة قسطنطينة التي تستضيف مباريات في هذه البطولة عبر رحلة مباشرة انطلاقا من مدينة الرباط بواسطة طائرة خاصة للخطوط الملكية المغربية الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية. وأردفت قائلا: في حال رفض ذلك فقد قرر المكتب التنفيذي بالإجماع عدم المشاركة في هذه البطولة. نشكركم على حسن المتابعة.